عم مبارك للترجي بفوزه في مباراه النصف النهائي ذهاب نصف نهائي افريقيا 1-0 هدف ينساسي، وكان نفسنا يعني نبقى هدفين وثلاثه ويبقى مباراه العوده ان شاء الله ما تبقاش بس ان شاء الله الترجي قادر ان شاء الله انه يعمل نتيجه ايجابيه هناك. فريق سان داونز من الفرق اللي بتلعب كوره، مع ان انا بقول لازلت بقول مش ديك سان داونز، بالعكس الترجي عمل جيم حلو قوي يا جماعه، الترجي بيلعب كوره حلو قوي، الترجي عنده انتشار، الترجي عنده مدرب فاهم جدا وازاي بيلعب وازاي بيلعب ضغط عالي. يعني شفنا امبارح امتى الترجي بيلعب ضغط عالي، امتى بيلعب تحت الكوره، امتى الترجي بيلعب في نص ملعب سان داونز بالكامل، يعني في شغل عالي جدا بيحصل من الترجي. وقبل ما نتكلم بنقول لامان الله من ميش عقبال 100 سنه وسنه حلوه، كنا عايزين نغني له سنه حلوه يا جميل وعقبال 100 سنه، امان الله من ميش 20 سنه والعمر الطويل والعمر كله ان شاء الله. حارس مرمى رائع، يعني شال كورة امبارح يا جماعة، الراجل ده يا جماعة ما شاء الله، نمسك الخشب قول ما شاء الله، يعني ربنا يوفقه، يعني حارس مرمى عظيم ان شاء الله عقبال مليون سنة. وكان احتفال حلو، كنا عايزين نحتفل بقى مش بشمعة واحدة بيقولها ينساسي، كنا عايزين نحتفل برودريجيز وغلال الشعري، يبقى كنا نشوف كذا هدف كده للترجي، لكن قدر الله ما شاء فعل والحسم بيتأجل في ان شاء الله في جنوب افريقيا، وان شاء الله الترجي قادر يا جماعة. امبارح يا جماعة احنا شفنا المباراة يمكن لو بصينا فيها تكتيكيه كتير جدا، يعني المباراه شغل تكتيكي عالي قوي، يعني امتى الترجي بيلعب ضغط، وشفنا الفتره الاول الشوط الاول وازاي الترجي بيلعب ضغط عالي من قدام بيحاول يمنع ان سان داونز ما يبنيش الهجمه من تحت، ودي شغل عالي جدا وشغل المدرب، يعني المدرب كاردوسو المدرب البرتغالي فاهم كوره يا جماعه، وانا بحب المدرب الفاهم وعنده العناصر اللي تقدر تنفذ تفكيره. وفرقه الترجي من الفرق الحلوه قوي، بقى عندك شخصيه، عندك لعيبه بتلعب كره حلوه قوي، لعيبه ما بتخافش، يعني انت امبارح عندك ما شاء الله الترجي فرقه تقيله، عايزين نبقى متفقين. وشفنا الجمهور الترجي امبارح اللي في استاد يا جماعه حماد العربي والملعب الاولمبي والجماهير الترجي والتيفو والشكل الجميل اللي يعني ده شيء مش غريب على جمهور الترجي. المباراه كانت صعبه، يعني الفكره انت لما جبت الجول الاول انا كان نفسي يبقى في ضغط اكتر وانك انت تحاول تجيب الهدف الثاني، يمكن انت حاولت بس انا شيء جميل جدا انك انت ما دخلتش فيك هدف، يعني دي اهم حاجه انك انت رايح مباراه العوده معاك هدف، وان شاء الله ان شاء الله بخبرات لعيب الترجي انت ممكن تخطف، مع ان الفرقه دي صعبه، الفرقه دي بتلعب كوره، بدانا نشوف سان داونز، لكن انا دايما بقول مفيش مستحيل في الكوره، مفيش اي مستحيل، انت زيك زيهم بالعكس انت احسن منهم. انا دايما بقول ودي وجهه نظري، انت عندك تكتيك، اللعيب العربي عموما عنده يقدر يعمل تكتيك، يقدر يقف، يقدر عنده حماس، عنده قوه، عنده قتال في الملعب، الحاجات دي مش عند اللعيبه السمره انا اسف يعني، او اللعيبه الافارقه، بالعكس ده عندنا احنا بس، هم ما عندهمش الكلام ده، هم عندهم تيك تاكا ومنظر جمالي، لكن اتغلبوا زي ما اتغلبوش ما بتفرقش معاهم، لكن احنا الهزيمه بتفرق معانا، بنزعل، بنغل، بناكل في نفسنا، بنموت نفسنا، هم لا، فانا براهن على الروح القتاليه، وده اللي كان موجود امبارح، كان في روح قتاليه جميله جدا في لعيبه الترجي، اللعيبه عندها انتشار، اللعيبه ازاي بتضغط، ازاي في دفاع منطقي، يعني احنا شفنا امبارح الترجي عجبني جدا انتشاره في الملعب ووقفته في الملعب، شفنا امان الله من ميش، شفنا ياسين مرياح، تجاي اللي عمل جيم عالي جدا، وبن حميده، وغشه اللي كان يعني عمل انا شايفه مباراه حلوه جدا، ويان ساسي اللي كان ممكن يجيب الثاني، وشفنا رودريجيز اللي كان نفسي بقى يقرص شويه عن كده، هو لعيب كبير عايزينه يخش في الموضوع ويخطف له هدف، لكن الاستحواذ طبعا كان مع سان داونز الشوط الثاني، وده اللي خلى صعب عليك المأمورية انك انت هتبني الهجمه، انت كنت عايز تلعب على المرتدات، وده شيء حلو انك انت اهم حاجه مأمن ان ما يدخلش فيك هدف. وشوف محمد علي في اليمين، واهولو اللي عمل جيم عالي جدا، وغلان الشعلاني وحسام تقى، يعني انا شفت امبارح الثلاثه دول يا جماعه، يان ساسي وحسام تقى وغلان الشعلاني وتحتهم اهولو، لا يعني الاربعه دول عملوا جيم عالي جدا، ولو في التقييم ما شاء الله عليهم. لكن الترجي امبارح انا بقول المباراه كانت تكتيكيه بحته، المباراه يا جماعه ما بتخلص اكتر من كده 2-3، انا معاك ان في المفروض تخلص، لكن نصف النهائي بيبقى بالخطف كده، يعني انت تخلص واحد تخسر اثنين تخطف الثاني، فان شاء الله ان شاء الله الترجي قادر، وبقول ان شاء الله قادر، ما فيش حاجه صعبه، بالروح بالقتال بالانتشار بتركيزك في الملعب ممكن تقدر تعمل نتيجه هناك. وخلي بالك هو مضغوط، يعني هم مش يعني سان داونز من الفرق اللي بتلعب لعبها،
مغلوبه غالبه، ودي 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 حاجه بتديهم نقاط، يعني لعيبه بارده، يعني لازم ينقلوا ولازم ينقلوا كتير، وازاي بيوصلوا وبيدخلوا. يعني امبارح في اكتر من كره وصلوا لمنطقه جزاء للترجي ونهوها، لولا طبعا يقظه دفاعات وامان الله من ميش كان ممكن يسببوا لنا مشاكل امبارح. لكن الفرقه دي ضغط على عليهم احسن، انا وجهه نظري. فانت قدامك سيناريوهات، هل هتغامر هناك من بدري وتنزل تحاول تخطف، ولا هتلعب تحت الكوره تقفل تماما وتلعب على المرتدات؟ وانا دايما بقول عامل الوقت مهم جدا، انت كل ما الوقت معاك بيمر وهم ما جابوش هدف، ده بيديك رصيد اكتر وبيديك افضليه انك انت تخطف. يعني سان داونز هينزل يحاول يجيب الهدف الاولاني من بدري علشان يدخل الجيم بقى ويلعب براحته. فانا بقول كل ما بنأخر الهدف كل ما احنا ان شاء الله ان شاء الله قدامنا فرصه ان احنا نخطف. هم هيكونوا متوترين مستعجلين، ده وظيفتك مع المدرب مع العناصر الحلوه. فريق الترجي يا جماعه عندهم خبرات حلوه قوي، خبرات حلوه قوي، لعيبه الترجي ما بتتهزش، لعيبه الترجي ما بتخافش. فان شاء الله مباراه العوده ان شاء الله نبارك لجمهور الترجي ونبارك للترجي، وان شاء الله يرجع بنتيجه ايجابيه من جنوب افريقيا. احنا النهارده كنا هنتكلم بس يعني في عجاله بسيطه عن ان شاء الله فوز الترجي في نصف نهائي دوري الابطال وفي مباراه الذهاب 1-0 يان ساسي اللي كان ممكن يجيب الثاني والثالث. وشفنا امبارح الترجي عمل جيم، انا شايف عمل جيم عالي جدا في الانتشار والتركيز، يمكن في بعض الاخطاء الدفاعيه استغلها شويه فريق سان داونز، لان برضه لازم نتفق ان فريق سان داونز ده بطل افريقيا وفرقه عندها كوره حلوه قوي، عندها مدرب معاهم اكتر من كام سنه، عندهم طريقه واسلوب بيلعبوه في ريحه اللعب الاوروبي التيكي تاكا بتطلع بيها. فرقه ما بت يعني ما بقول ما بتخافش، بتلعب لعبها وده اجمل شيء فيها، فرقه بتلعب بتحاول تفرض اسلوبها. فاحنا ان شاء الله الترجي قادر انه يعمل جيم عالي جدا ان شاء الله في جنوب افريقيا، وان شاء الله الترجي يرجع فايز، وان شاء الله نبارك لجماهير الترجي. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت. السلام عليكم.